انا رضعت الخوف ده من صدر امي من زمان، من ايام ما كنت بيبي. فزي ما تقول كده اتعودت عليه، وجدتي نحست وما بقاش يفرق معايا. وبعدين انا هخاف منك ليه؟ هتعمل لي ايه يعني؟ هتضربني؟ اضرب، انا بحب الضرب جدا على فكره، جدا. ده انا امي وانا صغير هانتني ضرب، امال انا وصلت كده ازاي؟ هتعمل لي ايه تاني؟ هتقتلني؟ يا ريت تبقى وفرت عليا تعب سنين جايه. وفرت عليا تعب سنين جايه، ده انا بقول شعر. الله عليك يا ميجو يا مشعره. بس عشان اريحك واثبت لك في نفس الوقت ان انا لا خايف منك ولا خايف من عماد. عماد هو اللي قال لي اعمل كده. وخلاك تعمل ايه تاني؟ وهو عمل كده ليه؟ وخلاك انت تعمل كده ليه؟ انا اعمل كده ليه؟ عشان خاطر الفلوس. كنت عاوز اسلك منه كمباكو كده، ادلع بيهم نفسي واتشبرق بيهم. وبعدين كنت عاوز اصدر اختي في الحلال بدل ما تمشي شمال. ولا طب انت يرضيك؟ انما هو ليه يعمل كده؟ انا ماليش ان انا اساله يا باشا، ماليش. انا بربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. هو يقول لي اعمل وانا انفذ على طول. بقول لك ايه يا ميجو، كلمها في التليفون هددها. ميجو يتكلم في التليفون. اشتري بودره يا ميجو علشان نحطها لها في مكتبها ونلبسها قضيه. ميجو يشتري على طول. اقتل يا ميجو، ميجو يقتل لميا. لا، القتل ماليش فيه، دي صرفة عماد. لكن انت بقى عاوزني اروح اساله واقول له انت ليه بتعمل كده في الست اللي انت حاطط عينك عليها وعاوز تتجوزها؟ ده جنان اصلا، انا مالي بقى يا راجل؟ تسجن واحده وتعيشها في رعب وفي الاخر تقول انا مالي؟ وايه يعني لما تترعب لها يومين؟ ما هي طول عمرها عايشه في العز، لا عمرها اكلت من الزباله ولا نامت في الطل عريانه في عز البرد. وبعدين اللي زي الدكتوره دي ما بيتحبسوش كتير، بيخرجوا على طول، مش زينا. احنا لما بنتحبس بنلبس. بس مش عشان خارجين، لا، عشان داخلين. حتى انت يا رحيم بيه، حتى انت كمان مش زينا. لو كنت في يوم قرصك الجوع قوي كنت هتبقى على استعداد انك تعمل اي حاجه، اي حاجه عشان تنفخ بطنك والسلام. يمكن تحس بالشبع. يبقى ما تعرفنيش يا ميجو، انا كل اللي انا فيه ده كان سبب قرصة جوع. بس الفرق اللي بيني وبينك ان انا مفيش طوق ملفوف حوالين رقبتي. والنبي ما تحسسنيش انك بتتكلم مع كريم ابن اختك. مفيش مخلوق اتخلق على وجه الارض دي مفيش طوق حوالين رقبته. بس في ناس بتختاره بمزاجها وناس بيتلف لها غصب عنها. كلامك حلو يا ميجو. الله، مش كلامي لازم يبقى حلو؟ بس احنا بقى محتاجين نكمل الكلام ده في حته تانية. يلا يلا نركب العربيه الجميله اللي انت بتحبها. ماشي، يلا. يا دودو، ايه ده، احنا هننام بدري ولا ايه؟ الساعة بقت واحدة. يعني هو بدري جدا على فكرة. داليا، هو احنا هنفضل كده؟ مش فاهمة قصدك ايه يعني؟ لا انت فاهم. هنفضل كده متجوزين مع وقف التنفيذ؟ داليا، أنا بحبك، بحبك، وكل أمل من الدنيا إنك تحبيني خمس الحب اللي بحبه لك. أحبك كفاية عليا أوي وكتير كمان. كل اللي عايزه إنه أشوف في عينك لمعة حب، أسمع منك كلمة بحبك. مكالمة في الوقت ده محظوظ زي ما
أي مين؟ رحيم؟ مين اللي معاه؟ لا 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 لا، ما تبلغش البوليس، أنا نازل وهتصرف أنا. يلا رحيم هنا؟ داليا مهما حصل ما تحركش من مكانك هنا، فاهمة؟ في ايه؟ أنا قلت ما يصحش أجيلك بيتك متأخر كده وإيدي فاضية. إيه؟ مش عارف مين ده؟ ده ماجد. ماجد محسن. ميجو. آسف. ميجو. أنت بتقول إيه؟ ومين ده؟ أنت مين يا ابني؟ أنا مين إيه يا عماد بيه؟ أنت مش فاكرني ولا إيه؟ أنا ميجو. ده إحنا دافنينه سوا. بص الصراحة أنا لبستك، أنا آسف. شهادة لله، هو بيحبك قوي. هو في الأول قاعد يلف ويدور ويقول شعر، مش كده يا ميجو؟ أيوه. بس في الآخر بقى جه معايا سكة وقال لي على كل حاجة. اتفضل عماد، في إيه؟ اطلع فوق يا داليا. إيه؟ هو أنت مش عايز مدام داليا تسمع اللي بيتقال؟ قول لهم يا ميجو على اللي قلتهولي. رحيم، اللي بيني وبينك داليا ملهاش دعوة بيه. مين الراجل ده؟ وعايز ايه؟ ما تتكلم يا ماجد. قول لمدام داليا ايه اللي وداك الاسم في اليوم اللي اتبعت لها فيه الموبايل في الحجز. نسيت اعرفكم ببعض. الأستاذ ماجد محسن. شغال في مصنع الأستاذ عماد. مسجل سرقة بالإكراه وبلطجي. وديلر على قده. ولما سألته أنت اللي قتلت لاميا؟ قال لي لا. قال لي إن الأستاذ عماد كان هو اللي ورا قتل لاميا. أنا مش فاهمة حاجة. أنت تقصد إن هو اللي داليا، أنت لو ما مشيتوش من هنا دلوقتي أنت وهو أنا هقتلكم. عماد أنت اتجننت؟ ليه؟ إيه الجنان في كده؟ مسجون سابق ومسجل خطر بيهجموا عليا في بيتي، ده حتى القانون في صفي. أيوه، بس أنا عايز أفهم. أنت كنت بتعمل إيه في الاسم؟ انت اللي دخلت لي الموبايل؟ يعني عماد هو اللي بعتك؟ ايوه. بقول لكم ايه يا بهوات؟ بقول لكم ايه يا كبارات البلد؟ محدش فيكم يتحرك لحسن والمصحف. اقطع لكم الرقبه البيضة الحلوه دي. انا كل اللي انا عاوزه ان انتوا تخرجوني من مشاكلكم، عشان هي معروفه، معروفه قوي. الكبار لما بيضربوا في بعض مفيش غير احنا بس الصغيرين اللي بنتسحل وبنشيل الليله كلها. ايوه، انت كنت بتتصل بيا، انا مستحيل انسى صوتك. ايوه يا دكتوره، انا اللي كنت بتصل باوامر من عماد بيه، مش كده يا عمده بيه؟ ها؟ عمده بيه يقول لي اتكلم، ميجو يتكلم. اشتري بودره، ميجو يشتري. ها؟ من الاخر عماد بيه هو اللي ملبسك القضية كلها. يلا بقى. طب اهدى اهدى يا ماجد، اهدى وشوف انت هتأذي مين دلوقتي. عارف عارف يا رحيم بيه، عشان كده بقول لكم خرجوني من مشاكلكم دي. انا كل اللي انا عايزه ان انا الحق اصرف لي الكام الف جنيه اللي انا خدتهم من عماد بيه، بعد كده بقى اعيش اموت مش فارقه معايا، المهم ان انا الحق اتمتع بالفلوس ولازم اخرج من هنا سليم. يعني عماد هو اللي حط لي محضر؟ يا داليا مش وقته، انا بحكي لك كل حاجه بعدين. هتقلق المصعد. ماجد ماجد ماجد، افهمني افهمني دلوقتي. سبب مشاكلنا انا وانت رحيم، يعني لو قتلته هتتحل مشاكلنا. شوفوا انا وانا بحبه، بس ماشي يا قلبي.